السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله من مدينه فاس، احييكم. اذا مره اخرى في ظاهره من الظواهر اللي خصنا نتكلموا عليها، اللي كتبين مدى الاهمال ومدى الاستهتار بالمواطنين من شارع علال بن عبد الله. شوفوا هذا الحديد كيف ماضي في هذا المكان، هذا شوف مخلينه هكا، شوف باش يدري صغير يكون كيلعب يطيح هنا، الى متى والى اين؟ شوف هنا كانت خربه وبقات الامور هكذا. هي المنطقه زوينه ما نقولوش كاين اصلاح، لكن هذا المكان هنا شنو هذا الشيء؟ سؤال هو ما هذا يا هذا؟ شوف الحديد ماضي كما كنشوفوا متابعينا الاعزاء، شوف شنو هذا الشيء؟ الله اعلم اش هذا الاهمال هذا. يدوز دري صغير من لهنا يلعب هنا يطيح في هذا الحديد، شوفوا كيف ماضي. انت طاح لهم هذا الحديد يمكن في هذا المشروع هذا، وبقاو كيخليو هذا الشيء هكا. هذا يدخل في اطار الاهمال لا اقل ولا اكثر. اذا ها هي بالصوت والصوره عندكم لمسؤولين مدينه فاس، نتمنى التدخل العاجل. مره اخرى نتمنى من دوز من هنا ما نلقاش هذا الشيء هكا. اذا وصلنا لنهايه الحلقه، وكان معكم ربيع دحاني.